بشر المساكين. أرسلتك بقوتي، مسحتك بخدمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي. هيا بذور البذور بعزم واقتدار كي تشني الثمار، فأنا معك لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فأنا معك فأنا معك. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. لكرمي اذهب يا بني، اعمل به بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فأنا معك لا تخشى في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فأنا معك فأنا معك. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا للاشتراك في هذه الذبيحة الإلهية. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة أني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإيمان. خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب من القديس أحمد الدائمة البدرية وإلى جميع الملائكة والقديسين ملائكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.
سرا نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الملك السماوي لنصلي. اللهم يا من مسحت ابنك حبرا أبديا أنعم على الذين اختارهم خداما ووكلاء لكلمتك ولأسرارك المقدسة بأن يكونوا أمناء في خدمتهم ومهمتهم حتى يوم مجيء المسيح ربنا ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. أنا أرعى غنمي وأنا أربضها. قراءة من سفر حزقيال النبي. هكذا يقول الرب الإله: هأنذا أنشد غنمي وأفتقدها أنا، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المنتشرة، كذلك أفتقد أنا غنمي وأنقذها من جميع المواضع التي شتتت فيها يوم الغمام والضباب، وأخرجها من بين الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض وفي مرع صالح أرعاها، وفي جبال إسرائيل العالية تكون حظيرتها، هناك تربض في حظيرة صالحة وترعى في مرع دسم على جبال إسرائيل. أنا أرعى غنمي وأنا أربضها، يقول السيد الرب
فأتطلب المفقودة وأرد الشاردة وأجبر المكسورة وأقوي الضعيفة وأحفظ السمينة والقوية وأرعاها بعدل. كلام الرب. يربضني لمياه الراحة يوردني فينعش نفسي. الرب راعي فلا شيء يوزني مات الحياة. سبل الرشاد يهدني إكراما لإسمه. لو سرت في وادي ظلال الفناء لا أخاف سوءاً لأنك معي، عصاك وعكازك يعزياني. الرب راعي فلا شيء يعوزني مات الحياة. تعد مائدة أمامي تجاه خصومي. دهني تطيب رأسي وروية هي كأسي. طول عمري يتبعني الخير والإنعام وأسكن بيت المولى طول الأيام. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، الرجاء لا يخيب صاحبه، لأن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. أجل، لما كنا ضعفاء مات المسيح في الوقت المحدد من أجل قوم كافرين، ولا يكاد يموت أحد من أجل امرئ بار، وربما جرؤ أحد أن يموت من أجل امرئ صالح. أما الله فقد دل على محبته لنا بأن المسيح قد مات من أجلنا إذ كنا خاطئين. فما أحرانا اليوم وقد نلنا البر بدمه أن ننجو به من الغضب. فإن تم الصلح بيننا وبين الله بموت ابنه ونحن أعداؤه، فما أحرانا أن ننجو بحياته ونحن مصالحون. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إننا نفتخر بالله، والفضل لربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة. كلام الرب. هللويا 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 هللويا. يقول الرب أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي
شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي. في ذلك الزمان ضرب يسوع للفريسيين والكتبة هذا المثل، قال: أي امرئ منكم إذا كان له 100 خروف فأضاع واحدا منها، لا يترك 99 في البرية ويسعى إلى الضال حتى يجده، فإذا وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم: افرحوا معي فقد وجدت خروفي ضاع. أقول لكم هكذا يكون الفرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه 99 من الأبرار لا يحتاجون إلى التوبة. كلام الرب. التسبيح لك أيها بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. صاحب الغبطة الجزيل الاحترام، أصحاب السيادة الجزيل الاحترام، إخوة الكهنة الأجلاء، أيها الأبناء الأعزاء، نقيم هذه الذبيحة الإلهية للتعبير عن شكرنا لله على نعمة الكهنوت وعلى ما أنعم به علي من نعم ومواهب وما أفاضه في نفسي من نور سماوي وسعادة إلهية طيلة مسيرة الكهنوتية مدة 60 سنة. تبدو 60 سنة لأول وهلة طويلة، ولكنها في الواقع قصيرة جداً، وهي بمثابة نقطة من بحر الأبدية. فالكنيسة المقدسة تقول للكاهن يوم رسامته الكهنوتية: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. كذلك أقدم شكر الجزيل لكم ولمن تمثلونهم على حضوركم اليوم ومشاركتكم إياي نشيد الشكر لله الذي من ويمن على كنيسته في بلادنا المقدسة بنعمة الكهنوت. ويسرني جدا أن أذكر في ذبيحة القداس هذا أعزائنا سيادة المطران بولس ماركوتسو وحضرة الأب ألدو تولوتو اللذين يحتفلان هذه السنة بيوبيل 50 سنة على نعمة الكهنوت، وحضرة الأب رشيد مشتريح الذي يحتفل بيوبيل 25 سنة على نعمة الكهنوت في الحياة الرهبانية الفرنسيسكانية. وبهذه المناسبة الفريدة
أرجو أن أتطرق إلى وجهين أساسيين من حياة الكاهن السعيدة المليئة بالنور والحب والعطاء، سواء كان الكاهن مطراناً أو كاهن رعية أو مساعداً له، أو كاهناً راهباً أو كاهناً ناسكاً في ديره. الوجه الأول هو أن الكاهن بالرسام الكهنوتية لا يعود يمتلك نفسه، بل يمتلكه يسوع المسيح الكاهن الأزلي تماماً، كما أن الراهب والراهب المكرس والمكرسة لله يصبحون ملكاً للمسيح بإبرازهم النذور المقدسة. يوم الرسام الكهنوتية يصبح الكاهن مسيحاً آخر، ويصنع ما صنع المسيح، يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، ويغفر الخطايا، ويحمل رسالة المسيح، ويضحي بذاته كما ضحى المسيح في سبيل خلاص النفوس. عالم اليوم مليء بالخيرات الزمنية، ولكنه في مجمله غير سعيد، لأنه يرفض الله ويرفض وصاياه. عالم اليوم من حيث يدري أو لا يدري جائع إلى يسوع الفادي، لأن يسوع وحده يشبع، كما قال القديس توما الأكويني. عالم اليوم لا يطلب من الكاهن أن يكون متخصصاً في الأمور المادية والتجارية والاجتماعية والسياسية، ولكنه يطلب منه أن يتخصص في حب يسوع المسيح وفي رسالته الخلاصية، كي يحصل منه على يسوع المسيح. يحتاج الناس أن يلمسوا في الكاهن يسوع المسيح الراعي الصالح، رجل الصلاة والعمل الرسولي، رجل الله. ليس الكهنوت مهنة ولا وظيفة، بل خدمة روحية ورسالة مقدسة وواقع إلهي مقدس وتكريس مطلق لله. الثوب الكهنوتي الذي يلبسه الكاهن رمز كنسي مقدس يشير إلى تكريس الذات الكلي لله، يشير إلى قلب كهنوتي أميل لنعمة الكهنوت وسعيد بنعمة الكهنوت، يشير إلى إرادة سخية تطمح باستمرار إلى تحقيق ما يطمح إليه يسوع الكاهن الأزلي، ألا وهو الخلاص الأبدي لكل إنسان. الوجه الثاني هو الوجه الفائق الطبيعة لحياة الكاهن. هدف الكهنوت والخدمة الكهنوتية هو فائق الطبيعة، أي مجد الله وخلاص النفوس. الله قدوس وبالقداسة يمجد، الله محبة وبالمحبة الإلهية يمجد الله وتخلص النفوس. وهذا يعني أن الوسائل التي تحقق هذا الهدف الروحي يجب أن تكون روحية فائقة الطبيعة. بخلاف ذلك، مهما تعب الكاهن ومهما عمل في حياته الكهنوتية، فهو يبقى على المستوى الإنساني ولا يحقق الهدف الروحي لخدمته. ما الذي يرفع الكاهن إلى المستوى الفائق الطبيعة؟ يرفعه ثباته في حال النعمة، صلاته الكهنوتية والتوبة
وتكريم أمه مريم البتول. هذه هي ينابيع النعمة والقوة الروحية في داخل نفس الكاهن. أتوقف على الصلاة الكهنوتية، فالسيد المسيح طلب المداومة على الصلاة من غير ملل، والمجمع الفاتيكاني الثاني كرر ما توصي به الكنيسة باستمرار، وما أوصى به القديسون العظام، أوصى بكل شدة بأن يقيم الكهنة ذبيحة القداس يومياً، لأن ذبيحة القداس هي عمل المسيح والكنيسة، عليها يتوقف خلاص العالم، والكهنة مؤتمنون عليها. خدمة الكهنة الروحية تستقي فاعليتها الفائقة الطبيعة وقوتها الروحية من ذبيحة المسيح. كذلك شدد على وجوب الأمانة لتلاوة صلاة الساعات يومياً وبكل أجزائها دون نقصان، لأنها صلاة الكنيسة من أجل البشرية جمعاء، والكاهن مؤتمن عليها. وركز أيضاً على الصلاة التأملية كلما يكون لمدة نصف ساعة في اليوم. وبهذا الصدد تقول القديسة تريزا الأفيلية: من كان أميناً على نصف ساعة تأملية كل يوم فإن السماء مضمونة له. كذلك ركز على تكريس أمنا البتول وعلى إقامة علاقة حب حميمة كهنوتية مع يسوع في سر القربان، وذلك بزيارة القربان يومياً قلما يكون لنصف ساعة. قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني في لقاء له مع الكهنة: إنما يجب أن تعملوا على تنميته هو أولاً وقبل كل شيء أن تتعودوا أن تصلوا، أنتم رجال صلاة، وهذا أهم من الخدمة التي تقدمونها مهما كانت. أيها الأبناء، الرعية أفراداً وجماعة بحاجة إلى صلاة راعيها كي تثبت على محبة المسيح، والكاهن بحاجة إلى صلاة أبنائه ودعمهم الروحي لكي يكون أميناً على نعمة الكهنوت وعلى خدمتهم الروحية والرعوية. كلنا عاملون معاً كما يقول بولس الرسول لأهل كورنثوس: نحن عاملون معاً في عمل الرب، وأنتم حقل الرب وبنيان الرب. أختم كلمتي هذه بكلمة بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: أشكر للمسيح يسوع الذي منحني القوة أنه عدني ثقة فأقامني لخدمته وفاضت علي نعمته. كذلك أشكر أم مريم البتول التي غمرتني بحبها وعطفها وحنانها واهتمامها الوالدي جميع أيام حياتي. آمين. نؤمن بإله واحد، ابن الله
أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية. نشكرك يا رب، وقد غمرت قلوبنا بالفرح على نعمة الكهنوت المقدس الذي منحته لأسقفنا سليم الصائغ منذ 60 عاماً، مكرساً بذلك ذاته لخدمة كلمتك في خلاص النفوس. أعضده يا رب واحفظه بالنعمة والقداسة، وامنحه المزيد من نعمك السماوية حتى يواصل إعلان البشارة، وتتجلى من خلاله عظمة مجدك لسنين عديدة. يا سيد، إلى الرب نطلب. نسألك يا رب الحصاد أن ترسل عملة غيورين إلى كرمك، كهنة قديسين ينيرون بتقواهم الدروب المعتمة، وإن قالوا أو فعلوا إنما يعكسون صورة الإنجيل المقدس في كل النفوس. إلى الرب نطلب. نسألك يا رب من أجل كل الفعاليات في الكنيسة عامة ومركز سيدة السلام خاصة، لتؤتي عملها بمحبة شاملة وإيمان ثابت ورجاء صالح لخدمة الوطن والمواطن. إلى الرب نطلب. نسألك يا رب من أجل الشباب المسيحي بأسره، كي يحسن الإصغاء إلى صوتك فلا يكترث للضوضاء من حوله، بل يقبل إليك مسلماً إياك ذاته، وبإيمان ورجاء يلبي دعوتك، يخدمك بالمحبة الصادقة طوال أيام حياته صعوداً نحو السماء. إلى الرب نطلب. يا رب كن للخطأ غافراً، وللمتألمين والمحزونين معزياً، للمهجرين راعياً، وللمغتربين ملجأً، للفقراء والمساكين عوناً ورجاءً، وللمرضى والموجوعين شافياً روحياً وجسدياً، وللمحتضرين رفيقاً، والمنتقلين من هذا العالم على رجاء القيامة، كن لهم السلام الدائم والراحة الأبدية. إلى الرب نطلب. نسألك يا رب وبشفاعة أمنا مريم البتول، أن تبقي عينك على كنيستك ويمينك ترعاها. أعضد خدام بيتك، الأساقف والكهنة، الرهبان والراهبات، المكرسين والمكرسات، والعلمانيين. احفظ حياتهم بالقداسة والنعمة مدى الدهر. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا.
صفحة 365 لتغدو لنا كأس الخلاص. صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. إنك تدعو الكاهن إلى خدمة المذبح والأمة المسيحية يا ملك المجد، فقدس هذه الخدمة
بقوة الذبيحة التي نقربها لك اليوم، ولتكن مثمرة وليبقى ثمرها في الكنيسة بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك بمسحة الروح القدس أقمت ابنك الوحيد حبراً للعهد الجديد الأبدي، وبتدبير عجيب لا يحده الوصف شئت أن يخلد كهنوته الواحد في الكنيسة، فهو الذي يولي الشعب المبتدى بأجمعه كرامة الكهنوت الملكي، وهو الذي من فرط حبه يختار من بيننا من يصبحون بوضع الأيدي شركاء له في خدمة الخلاص. أولئك يجددون باسم المسيح ذبيحة الفداء البشري، ويعدون لأبنائك المأدبة الفصحية، ويبادرون أسرتك المقدسة بجزل العطاء، فيغذونها بكلمتك وبأسرارك يحيونها. وإذ يبذل كهنتك نفوسهم من أجلك يا رب ولخلاص الإخوة، فليسعوا إلى أن يكونوا على صورة المسيح، وإلى أن يؤدوا شهادة أمانة ومحبة طوال أيام حياتهم. لذلك ها إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين بمجدك يا رب نشيد في فرح وابتهاج قائلين: إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبناءك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.
كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك أيها الأب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية فيكون ميراثنا مع مختاريك مع القديسة مريم البتول والدة الإله وخطيبها القديس يوسف رسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والشعب الذي اقتنيته. استجب متحنناً لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات ابنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، واقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي تجود علينا على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.
فإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نسر ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. سلام. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنه أبناء الله يدعى. Thank you.
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. ترتيلة المناولة على الصفحة 386 386 بجسدك ودمك. بجسدك ودمك.
صفحة 375. Sonny, all the
بهذه الأسرار الإلهية التي قربناها وتناولناها. كن قوتك لكهنتك ولجميع أعضاء الكنيسة أيها الأب الكريم، حتى إذا أخلصوا لك الحب في كل مكان وزمان كانوا من أهل بيتك الجديرين بك يا ذا العزة والجلال بالمسيح ربنا. الرب معكم، ليكن اسم الرب مباركا. معونتنا باسم الرب. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اللي مبارك جوا الكنيسة لسيدنا سليم، اللي مبارك جوا الكنيسة، تفضل يا مريم.
كل آن محدق، أنساب عطرك في حنايا أضلعي، وشذا حنانك في الخليقة يورق. حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق. يا قوتي وحديقتي وسعادتي، بابي على الإثم بفضلك مغلق. يا مريم تبطاني أنت في الخضم الهائج، يا مريم والنجمة والقبلة والزورق. إن أثخنت نفسي جراح الحيرة، يمناك تمسكني فلست أغرق. كنت وأنت دائما أنشودتي، ولغير لحنها لا يحن مسمعي، وإليك صمتي فاقبليه معبرا عما أعي وعما ما قد لا أعي. يجتاحني جوع إلى الطفولة، إن تهت عنك فض حوض مدمعي. أنت السراج السرمدي لهيكلي، جمال بوحي حبك مطمعي. يا مريم يا أمي فيك مرتجى ما أشتهي، يا مريم يا مرفئي يا مسندي يا مرجعي. إن غبت غاب الله يا سر الصلاة، لا مستحيل عندي ما دمت معي.